السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد معنا. اليوم باش نتعرف على طريقة كيفاش تصب ولا تشارجي تليفونك بالفلوس بلاش. قبل ما نكمل الفيديو ما تنساش باش تنزل جيم للباج فيسبوك متاعنا وسابوني للشان يوتيوب متاعنا. الطريقة سهلة برشا وهي على سيت كلمة بلاش. سيت كلمة بلاش يمكنك باش تتفرج في فيديو متاع بيبليسيتي، وكل فيديو تتفرج فيه تاخو عليه فلوس. الفلوس هذه كان بعد تنجم تبعثها لروحك للبيوس متاعك، يعني يخدم مع التروا اوبيراتور المعروفين في تونس، الاورانج والوريدو والتيليكوم. بعد ما تدخل السيت تلقى اللين بتاع السيت في الديسكريبسيون تحت الفيديو. ننزل على سانسكري، بعد ذلك لهنا نختار يعني ام ولا فام. لهنا تكتب الاسم متاعك، لنا اللقب، لنا تاريخ الولادة، ولهنا تختار الولاية متاعك، ولهنا تكتب الايميل، بعد ذلك الباسورد، بعد تعاود الباسورد، بعد ننزل على الكارو هذايا، بعد ننزل على كري مون كونت. بعد ما نكمل نعمل الانسكري باش توصلني ميساج على الميل اللي عملت بيه الانسكري في السيت هذايا. كيما الميساج هذايا تنزل عليه تحلق ديريكت كيما راهو في التصويره. لهنا تكتب النمرو متاعك، ولهنا تختار لوبيراتور متاعك، ولهنا تعمل جاكسبت، ومن بعديك تعمل فاليدي. ديجا عملت تانسكري من قبل في في السيت هذا، باش ندخل للكونت متاعي ديريكت. كيما راهو هذايا السولد متاعي توا حاليا لي يعني لي خذيته من السيت 350 فرنك. اول ما باش تعمل كونت في السيت هذا باش يعطيوك 50 فرنك. تنجم تجبد كان كي توصل للدينار. توا كيفاش تلم فلوس باش تنجم تشارجي تليفونك ولا تشارجي البيوس متاعك؟ ما عليك كان تجي لهنا تنزل على هذا، بعديك تعاود تنزل بعد تعاود تنزل لهنا وتتفرج في الفيديوهات متاع الببليسيتي. وكما قلنا على كل فيديو يعني يعطيوك فلوس، فما فيديوهات يعطيوك 100، فما يعطيوك 200 فرنك. تنجم تجمل يعني حتى الخمس دينارات وتنجم بعديك تبعثهم فلوس لتليفونك. زي بالنسبه لطريقه كيفاش تلم السولد. توا كيفاش تنجم تبعث السولد للبيوس متاعك؟ بطبيعه الحال كما قلنا في بعد ما تعمل انسكريب باش يطلب منك السيت، تدخل النومرو، تدخل لوبيراتور متاعك، ما عليك كان تدخل للبروفيل متاعك، ومن بعديك تنزل على ترانسفيرت. بعد كيما راهو لهنا النومرو متاعي، ولهنا لوبيراتور اللي اخترته من الاول. كيما قلنا فيخدم السيت مع الاورانج والوريدو والتيليكوم. تكتب المونتون اللي تحب تجبده بالضبط، دينار ولا 2000 ولا اللي هو، ومن بعديك تنزل على فاليدي ويوصلك فلوس لتليفونك ترانسفورماسيون عاديه برشا. وصلنا للختام تاع الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو هذا. ما تنساش باش تنزل على زر لايك للفيديو وسبسكرايب للشان. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.